السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة موريسكية مرة أخرى. اليوم إن شاء الله مع فيديو خاص من نوع خاص. هذه المرة إن شاء الله غادي نشوفوا اللباس التقليدي المغربي، خصوصا الجلابة المغربية، لأن كاين واحد الطلب كبير عليها وبزاف الأخوات كيسولوني على موديلات ديال الجلابة، فقلت إن شاء الله نعملوا هذا الفيديو هذا خاص بالجلابة المغربية بالأنواع ديالها والأشكال والألوان والطرز وكل شيء. هاد التشكيله هذه هي واحد التشكيله ديال الصور مخوده من عند مصممين مغاربه ومصممات مغربيات من الصفحات ديالهم. غادي تلقاو ان شاء الله على الصور العنوان الالكتروني ولا ديال الصفحه ولا ديال صفحه الفيسبوك ولا الموقع اللي بغات مثلا شي موديل، ممكن انا اتواصل معهم ولا الاخوات ممكن انهم ياخذوا فكره ويصوبوا هاد الموديلات عند الخياطه ديالهم ولا الخياطه ديالهم، لان ولا اقبال كبير على الجلابة المغربيه، ولات كتلبس في جميع المناسبات، مابقاتش خاصه بالاعياد ولا مثلا في مناسبات خاصه، ولكن رجعت كتلبس في جميع المناسبات والحياه اليوميه. والثوب مابقاش بالضبط خصك واحد الثوب بعينه، ولكن ممكن انك الثوب اللي كان عندك سواء كان سامبل ولا مزوق ولا الالوان اللي بغيتي ممكن انك تعملها. وحتى الخياطه كاين واحد الاختيار كبير دابا، ولا عندنا الاختيار بزاف في الموديلات وفي الانواع ديال الطرز والانواع ديال الخياطه. بغيتي تعمل جلابه مخزنيه ممكن تعملها، بغيتيها روميه حتى هي، كل شيء دابا كيتلبس في هذا الوقت هذا، خصوصا في فصل الصيف كتبقى جلابه شي حاجه اللي خفيفه ومناسبه لجميع الاعمار. دابا كل شيء الاعمار كيلبسوها، فان شاء الله نخليكم مع هذه التشكيله هذه، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. غادي تشوفوا انواع متعدده ديال العماره، ديال الطرز، ديال الطروافيل، الانفيل، الكمبيوتر، الرباطي باليد، الرباطي بالماكينه، منبت وبلات نبات وشوشه. شحال هذه كانت ضروري خص الشوشه تكون في الجلابه، واحد الوقيته ما بقاتش الشوشه، دابا عاوتاني رجعت كتدار في الجلابه، كتعطي واحد الرونق مزيون بزاف. جلالب بالصم شحال هادي ما كانوش كيداروا بزاف، دابا ولاو جلالب كيتخدموا بالصم، الصقل اللي صفر والصقل اللي نقري. نخليكم ان شاء الله مع هاد التشكيله، وما تنساوش تشتركوا في القناه، تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديال القناه اللي فيها كل مفيد ان شاء الله وعنده علاقه بالحياة المغربية والأندلسية. ما تنساوش تخليو إعجاب على الفيديو وتبارطاجيو هذا الفيديو هذا مع الصديقات ديالكم، ونتمنى لكم فرجة ممتعة.